مشاهدينا على قناة النصر 24، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كمان في برنامج الناس والمجتمع، برنامج الناس والمجتمع دائما قاعدين نتجول في أي مكان عشان نشوفوا الظروف الحياة المواطنين كيف. واليوم كمان جينا هنا في ثانوية نور الإيمان لقيت في هي شهر 3، فنشوف كيف الدخول على العام الدراسي كيف برد، وخليكم ان شاء الله معنا نتجول ونشوف ظروفهم شنو. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. رقية اسحاق عيسى. سنتين. نعم. شفت القراءه كيف معك؟ الحمد لله جيد، والدراسة كويسة، مجتهدين. بدأنا من اليوم 1/10 من عام 2020 إلى 2021. لا بل مواصلين عديل، كويسة الدراسة، تقريبا لغتين. نعم نعم، نسعى له والشرح تمام كافي. نعم هناك شروط. هل الشروط يعني نعم مطبقينها. ومؤامنة كيف مصروفاً؟ نعم محترمين، من يحترم يحترم، ومجتهدين، والتنافس بين الفصول موجود أيضا. وأنت في المستقبل دايرك أكون طبيبة جريحة إن شاء الله بإذن الله. تمام شكرا. بسم الله. فاطمة إسحاق عيسى. نعم. سنتان بهذه السنة. سنتين. نعم. كيف الدراسة جيدة والمال. إن شاء الله قاري أفهم شيء. نعم أفهم كل شيء. أي مكتب إن شاء الله قاري جاي فوق. نعم جاي على كل المواد. نعم نعم أولي. وهل كان شيء ما في قاري؟ نعم أسأل كل ما لا أعرفه، والسؤال مقبول، تستطيع أن تسأل مليون مرة. عديل تتميز عن بعض المدارس، والتعليم فيها جيد، والمعلمين لا يقصرون أي شيء. لا لا يوجد ضرب. طيب وداخليا جراحة باطنية. لا ليس لدي أي مشاكل مع الطلاب. نعم. لدي أعمال منزلية أقوم بها ثم أذاكر، ولدي قراية قراءة القرآن الكريم. أتمنى لهم النجاح والتميز والازدهار في كل شيء. وعد محمد طاهر. وعد وعد محمد طاهر. نعم. سنتين. نعم نعم. شفتها جيدة، والدراسة جيدة، وموظفين المعلمين أيضا موظفين مع الطلاب، وليس هناك مشاكل. ليس هناك أي مشاكل. نعم. لا لا أبدا. دراسة جيدة، والمعلمين أيضا يدرسون بطرق جيدة، يوصلون المعلومة للطالب. نعم نعم. نسأل عن كل شيء لم نفهمه. أولى ثانوي علمي. نعم نعم. هناك أعمال منزلية، وأيضا في مجال المذاكرة، وهناك وقت لدراسة القرآن الكريم. طبيبة في مجال المختبرات. في مجال المختبرات. أتمنى لهم أن يحققوا أحلامهم ويضعوا أهدافهم ويحققونها إن شاء الله ستتحقق، وليس هناك شيء مستحيل. نعم نعم ليس هناك مشاكل، كان تطبق. نعم من قبل الطلاب. الحمد لله.
يوسف آدم نصر. نعم. والله الحمد لله الدراسة مستمرة وعلى ما يرام. قرابة سنتين. نعم. والله الحمد لله الدراسة مستمرة وممتازة جدا. نعم لا لدينا معلمين كافيين وبالضبط لدينا معلمين وهم أكفياء في دروسهم ومجتهدين أيضا. والله إن هذه الثانوية حقيقة يعني لم توصف لم أستطيع أن أوصفها، لكن ثانوية نور الإيمان يعني دائما وعبر إدارتها ومعلميها يعني تسعى دائما إلى تعزيز قدرات الطلبة وزيادة معلومات الطلبة، يعني ممتاز جدا. والله أنا يعني لدي هدف من الآن، أنا أدرس في الصف الأول الثانوي القسم الأدبي، وأريد أن تخصصي يكون اللغة العربية، وفي المستقبل أريد أن أكون مدرس إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد لله. سارة آدم سليمان. نعم. المالدارس. لا. ما كان يصير مشاكل مع الناس. 6 سنوات. نعم. والله الحمد لله الجري مستمرة عديلة. نعم. نعم كما فهمت كان نسأل المعلم أن يعيد لنا لكي نفهم ثانية ثانوي علمي. نعم. نعم نسأل المعلم ويعيد علينا. لا نقدم أعمال منزلية وثم نذاكر وثم نمشي ترى جراي الخلوة. والله كافيين تمام الحمد لله. لا ما عندنا أي سؤال. نعم ماشي مستمرة عديلة. والله تكون طبيبة. نعم. والله لكي أشفي المريضين الفين. نعم. نعم نتمنى لهم للجميع أن يجتهدوا جهودهم لكي يتقدموا للمستقبل كمان كذلك. نعم شكرا. جدين. علي محمد تاج الدين. الله القراية دي عديلة ومستمر، وإن شاء الله ربنا كله يوفقنا الصف الرابع الإعدادي عديل ماشي عديل ما عندي أي مشاكل. نعم ما عندي ما عندي ما عندي أيوه غن تطبيقها كلها من تطبيقها نسأل غن نسأل أيوه غن من بعد من مشيت من المدرسة نمشي نجمع نستريح شوية نقرأ قراءة القرآن الكريم، من بعد قراءة القرآن الكريم نمشي نذاكر دروس المدرسة. لا لا نعم ده أثناء مفجرات في ربنا الراقب في شهر ربنا يهديهم ويوفقهم في التعليم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منو زعلان كريم؟ أنا هو زعلان. ما زعلان. عندك مشكلة مع الإدارة؟ لا. مشكلة لا ما زعلان ما زعلان. عندك كم سنة قاعد لا هنا تقريبا سنتين. نعم. وشفتك رايدك كيف والله مستمرة الحمد لله. مستمرة الحمد لله والله. إن شاء الله. 100% شيء. شل بفتش يعني بلقى. خلي فتش يلقى أكيد.
والله ده نتمنى انه ابهاتهم انه يروا الكلام ده ويسجلهم في المدارس او الكولات ان شاء الله، لان مقضى نبيل ده ما ينفع. مهندس كهربائي ان شاء الله. مهندس كهربائي سعيد المؤتمر بالله، شكرا عليك. وعليكم السلام. اسمي الكريم زينب الجي سليمان. زينب الجي سليمان. كم سنة زينب؟ عندي 15 سنة. عندي 5 سنة. نعم. ثانوية نور الإيمان تماما معي الحمد لله، ما في أي مشاكل. ده النجري ثانية ثانوي إيمي. نعم قاعدين نسأل. المدرسين تمام كويسين، ما في أي مشاكل. ما عندنا مشاكل، ما قاعد نعمل أي مشاكل أنا. نعم قاعد نطبقها. نعم كم مشيت البيت عندي جدول، جدول هنا الدراسة، وجدول هنا المرقين، وجدول هنا اللداي، وجدول هنا الزيارات. نعم أخواني الماء يدور قريدة، نناديم ونوصيم نقول لهم القريدة باكر تنفعكم. أنا دايري نكون طبيبة. نعم أنا أقول لأخواني الطلبة والطالبات، أتمنى أن أكون طبيبة مشهورة في العالم والناس يشاهدوني ويقال زينب الجي سليمان طبيبة مشهورة. السلام عليكم. اسم الكريم محمد عثمان طاهر. عندي يعني 7 سنة. نعم والله الحمد لله الدراسة كويسة ماشي عديل تمام، ما عندنا أي مشاكل. لا ما قال نسبب. جيت هنا ده إن شاء الله سيد مشكلة سخيرة لكن حلينا. يعني أولا ده أنا يعني زول أنا نقرأ في اللغة الفرنسية، ويعني كومبارتمان جينا اللغة الفرنسية مع العربية ده ما سوا. يعني من جيت هنا وكذا الميم يعني كومبارتمان حقي هناك ده طبيعتي هناك دي ما اتخلبت مع المدرسية هنا وكذا. بعد ده يعني كي وخلاص اتخلب ده يعني خلاص خلت بقيت سالم خلاص تمام تماما هسه. والله في المستقبل ده داير ندرس ونبذل جهد كبير لحتى اكون رئيس الوزراء للمستقبل في تشاد. يا سلام شكرا لك. امين ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اسم الله خير الله. نعم. درست أول في السنين الماضية درست معهم المراحل الإعدادية وانتقلت إلى الثانوية الثانية والتحقت بهذه الثانوية السنة في الصف الثالث الثانوي الأدبي. لا ما عندي معهم مشاكل أنا. لا لا ما عندي معهم أي مشاكل. لا لا لا. القراءة ماشي عادل الحمد لله على ما يرام. لا الحمد لله القراءة ماشي عادل. والله أمنياتي أن أكون سفيرا للبلاد. تمام شكرا لك. الله يسعدك. إن شاء الله. وعليكم السلام. بكر بن أحمد عبد الله. نعم. عندك كم سنة قاعد تقريبا؟ عندي تقريبا 6 سنوات. نعم. مدرسة رشيدك كيف معك؟ نعم عادل بالنسبة للدراسة كويسة. ماشي عادل. كويسة. ما عندكم بروبليم؟ نعم ما عندنا أي مشاكل. نعم ما عندنا أي مشاكل. الشيء كان بيقولوا لكم ما في انتظارين بسألوا. نعم نسألوا كل شيء. نسألوا. كان يطبقوا القوانين كلها. نعم عادل يطبقوا. عادل تمام. عندك كم سنة قلت قاعد تقريبا؟ 6 سنة. 6 سنة. نعم. يوم واحد جماعة من قاعد تقريبا؟ والله غياب ده في عذر وبعدين كان غيب لكن يخاف يا قبول زول لكن ما بزياده كده. ايه عقابات قايد. وانت تتمنى شنو؟ والله امنياتي ندور نسير كلية حربية داير نكون جنرال. دور نعم. اوكي وتتمنى شنو للشباب ما بقروا؟ ما بقروا؟ هذول ما نوسم وكذا نحكي لهم القرايه كل بدل ويقروا. كم مشيت البيت قاعد تسجل انت؟
البيت ده نذاكر واخواني دول قاعدين كم في محل واحد ما يعرفوا يجوا يسالوني نراجي لهم وكذا. شكرا لك. حفصه خالد ادم. حفصه خالد ادم. نعم. عندك كم سنه قاعده تقري؟ انا قري 10 سنه. 10 سنه. يوم واحد ما سويت مشاكل هنا؟ ما سويت. من يبكي؟ والله لا. يا سلام. 10 سنه. نعم. قاعده تقري بيت كم؟ الصف العاشر الرابع اعدادي. يا سلام. ما شفت كيف القرايه هنا في الثانويه؟ احسن قرايه. قاعدين بعلمهم. نعم. المعلمين قاعدين. نعم. الشيخ ما بيمشي. نسأل والله. وانت تكون شنو يعني تكملت الدراسة؟ نكون مهندسة. مهندسة. وتتمنى شنو للأخوات اللي جوا مساك البيت ما صارت بشنو لهم؟ نتمنى لهم الخير وأن يذاكروا عزيز. وكم مشيت البيت قال الشيء شنو؟ قالنا خادم هسه كم مشيت نشنو؟ أيه شيء هيك نمشي نقرا القرآن من بعد القرآن نجي نذاكر. بلل تذاكري ما قاعد تشاهدي قالني ذاكر وقالني شو تعرف؟ لا ما يمكن قاعد تشاهد يعني ما بأثر معك في القراءة. قالني ذاكر وقالني شاهد كل. أوكي تذاكر وتشاهد. ها قالني ذاكر كان ذاكر كمل له خلاص قالني شاهد. شاهدي وده الشيء اللي ما أقوله ولا كيف يعني؟ شنو ده؟ الأشياء اللي أنت قاعد تشاهدي ما كان ذاكرت يا مين وأنت قاعد. قاعد. تمام شكرا لك. كيف تعرفين؟ يسيرة محمد إبراهيم. يسيرة محمد إبراهيم. نعم. قالوا قاعد تسوي مشاكل هنا كل وقت، كان عندك سي ولا؟ ما سي. يوم واحد ما سويت مشاكل. ما سويت مشاكل. كم سنة يعني؟ عندي 6 سنة. 6 سنة. نعم. وشفتي قرايتك كيف معك هنا في مدرسة أبو لينا؟ الحمد لله. قراية ماشية عادي. ماشية عادي. معلمين قاعدين يجوا لكم. أيها. هل قاعدة تسألي ولا تخافين تقولوا؟ قلنا نسأل. تسألي شيء كم ما تعرفي. أيها. ما قاعدة تلبيني قربا. ما قاعدة تلبيني. تعرفي إيدك عادل. أيها. وكيف معاملة هناك معروف كان كي عندكم مداخلات ولا كيف؟ أي عندنا مداخلات. عندنا مداخلات. هل الشروط هنا الإدارة قاعدين يطبقوها ولا كيف؟ قلنا يطبقوها. 100%. 100%. قاعدة تقري يوم واحد تخفي ولا ما ما اخذ ما اخذت قاعده تيجي عندي ما ايوه كان عندك قدر تسالي قبل ولا كده؟ قال نسال قبل نمشي وانت داري تكوني شنو في المستقبل؟ كملت القرايه طبيبه انت تقول طبيبه نعم تعالجي المرضاني ايوه وتتمني شنو للاخوات اللي ما بقولوا؟ نتمنى لهم الخير بس نتمنى الخير الخير بس نعم ما بقولوا قولوا الخير ايوه ما توسمك عشان يجوا يقروا ولا كيف؟ قال نوصوم توصوم ايوه مشيت البيت عندك شنو؟ قال نجري ننجم الشيء ونمشي نقرأ القرآن أيوة. كان جي ننجم نخسر زي نقو ونذاكر أي نعم جبت كم في القراءة سورة يوسف سورة يوسف نعم وانت في القراءة وايد قالوا الركة ما عندنا تقرا سورة سورة ما عندها راه الركة كامل كما عندها ما قريتيها قريتها ما سورة يعني كامل كرا ما عندها فوق كان قاعد تقرير الراجل ما عندك ودها شكرا لك رحمة الله تعالى وبركاته الاسم الكريم الزلو محمد كفود والله الحمد لله الحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقنا أنحينا العام الدراسي الماضي رغم الصعوبات والظروف الله سبحانه وتعالى ساعدنا ووفقنا كملنا العام الدراسي ف 2021 2022 بدأنا الدخول العام الدراسي الدخول الإداري يوم 15/9 وبعد ذلك استعدينا لاستقبال التلاميذ وأولياء أمور التلاميذ فصراحة حقيقة هذا العام الظروف صعبة بالرغم من كل المعاناة كل الجهود الظروف صعبة فحتى الآن يعني أولياء أمور التلاميذ في معاناة المعاناة الواحدة من ناحية المادية ما في قروش عشان يقدروا يوصلوا أولادهم للمدارس التعليمية في المؤسسات التعليمية سواء كان من ناحية الثانية حتى لو الواحد جاسر جسد الولد مشكلة الذي الكراريس الأقلام وايد لو عنده 4-5 صغير مشكلة يعني
فبالرغم من كل الظروف حاولنا نقدر نفهم أولياء أمور التراميس، والإن ده ما إن ده كله بدأ يجي يواصل وإن شاء الله يكمل الإجراءات فيما بعد في وقت لاحق إن شاء الله. فالعام الدراسي صراحة هذا العام مختلف من الأعوام السابقة رغم كل الجهود، يعني مختلف لأن الظروف صعبة. والشيء الثاني حتى الأمراض ما خلت بعض الطلاب القدم يجوا المؤسسات ذاته، يعني عندنا الملاريا حتى الآن، يعني تدخل ما من أسرة تلقى ملاريا طالب أو واحد اثنين ثلاثة مرضانين. فأولياء أمور واحدين جارين في المستشفيات واحدين جارين للتدريس للتسجيل، يعني ما يعرفوا كيف يقدروا يخرجوا من الياتود اللي هسه قاعدين فوق رزاته. فالحمد لله مع ذلك كله بذلوا جهودهم وهنا قدرتهم سووه، وبدينا العام الدراسي من يوم 1 أكتوبر ده اللي هو صادف يوم الجمعة، ما قدرنا لكن يوم 2 أكتوبر يوم السبت ده استعرفنا العام الدراسي ومستمرين إلى يومنا هذا. والله أن إحنا طبعا وصيتنا الناس ما جدوا ما عندنا شروط، لكن الوصية اللي قدموها للطلاب ولأولياء أمورهم، يعني لأولياء أمورهم أول باول نقول لهم شنو، أي واحد ما كان الولد في العام الماضي قاعد يدرس فوق ده خليه يقرب الإدارة، يقرب الإدارة ويحكي لهم ظروفه ويجلس معهم، وكان في شيء يكون فيه حلول، ما في شيء ما عنده حلول، تفاهم بس نتفاهم ونمشي. ما في مؤسسة من دون طلاب، وما في طلاب من دون تعليم، ما في دولة أصلا من دون تعليم ذات، لولا ما كان التعليم ده ما وصلنا في المرحلة الحالية قاعدين فوق. والشيء الثاني نوصي أبنائي التلاميذ عليهم بالاجتهاد والمصابرة. الواحد حتى لو والده يخجل ما يقدر يجي كل الوقت خليه يجي، يجي المدير أو يلقى أي مدرس. أنا ده مثل مثل لو عندي ظروف سابقة مثل حتى لو يدور فوق رسوم في مؤسسة أهلية كل يجي يحكي لهم بالتي أحسن ويواسي. لكن مثلا ستلقى زول منتهي الشهادة السنوية أو منتهي الشهادة الإعدادية، والبروغرام ده كله معروف عند زمن محدد، إذا كان وقت أكتوبر ولا نوفمبر قبل كان جدا معناته الطلاب هيفوتوا بالكثير، إذن ما يستفيد الطالب ده. إذن نوصي أولياء أمور التلاميذ والتلاميذ عليهم بالالتحاق بالإدارات أو بالمؤسسات اللي كان يدرسوا فيها، وبالتالي كل شيء شنو يكون في مفاهمة، والعام الدراسي ينتقل مثل العوام السابقة. والله في نقصان الكمال لله، ما في زول مكتمل، يعني نقول لك الآن ثانوية نور الإيمان نقول لك مكتملة 100%، الكلام ده كله يعني كان قلت لك كله ما ياتو، يعني النقصان ده قاعد إنسان مكتمل ما في. فالحمد لله نبذل جهودنا بالرغم من كل الصعوبات والظروف الآن قاعدين نمر فوق هذا، نبذل جهودنا ونستمر إن شاء الله. ده يعني قاعدين نكون أجيال، ما نكون مكتوفين العيد وبالتالي نقول شيء ده ناقص وما نمشيها ما يكون. والله هدفنا نكون جيل، هدفنا نكون جيل يكون جيل الخط ويودي الدولة ده بالصورة المطلوبة، لأن إذا كان ما في تعليم ما في دولة، ما في تعليم ما في الطبيب، ما في تعليم ما في رئيس، كل أركان الدولة الحسة ما شيء دي من دون تعليم ما في لها، كأن بيته عنده ركن أربعة، إذا كان ركن اثنين ما في ده البيت ده ما يمشي. التعليم هو ركن الحياة بالذات للإنسان وبالذات للدولة. دولة إذا كان دار تنهار ما خلاص أبطل التعليم ما في دولة خلاص، لكن إذا كان في تعليم في دولة في يوم من الأيام الدولة تكون دولة، لكن إذا كان ما في تعليم ما في دولة. والحمد لله الآن يعني بالرغم من الظروف اللي كان عانيناها، يعني وفاة المشير نطلب بالرحمة والمغفرة، وبعد ذلك يعني دخلنا في أزمات، والحمد لله نشكر المجلس العسكري الانتقالي الآن قاعد، يعني صراحة من كل الظروف وفر لنا الأمن والاستقرار. الآن نحن شعرنا براحة، شعرنا باستقرار، وشعرنا في كوادر أجلاء يقدروا يدوا الدولة. في ناس أكفاء عندهم خضرات عالية يقدروا يدوا الدولة. إذن الدولة هسه ماشية بالصورة المطلوبة بالرغم من كل الظروف، الدولة ماشية بالصورة المطلوبة. إذن نشكر
المجلس العسكري الانتقالي والحكومة الانتقالية الآن الموجودة دي نشكر ونتمنى من كل الناس القاعدين في التعليم سواء كان التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي نتمنى أن يوحدوا كلمتهم لكي يكونوا جيل أم باكر يكون جيل الخط. حتى النخابة في الآونة الأخير يعني فكر فقالوا علينا هدفنا دايرين نكون جيل. النخابة سوت كيف؟ سوت اتفاقية لثلاث سنوات معناتها ما في إضراب. حتى كان الحكومة أم باكر كان تفشل كلها النخابة كيف؟ هي وصفت نيتها السمحة وقلبها الأبيض ده قالوا أننا كديرين نكون أجل ما هدفنا نسوي إضراب وما هدفنا ندخل في مشاكل. إذن نشكر جميع النخابيين من دون فرص نشكر على تواضعهم وعلى نيتهم السمحة لكي نسير فوق التعليم ده ونتمنى لهم السداد والتوفيق إن شاء الله وعام سعيد إن شاء الله ونتمنى النجاح لكل الطلاب الممتحنين الشهادة الإعدادية والثانوية والممتقلين من فصل إلى فصل ونتمنى دوام الصحة والعافية ونشكر تلفزيون النصر تي في والمؤسس أبو بكر برقو نشكره ونقول له أطال عمره في خدمة الإباد والبلاد. شكرا والسلام عليكم. Amin hana bitia maro msemaji na nishufu zorofu mahwalu mwabidaye hana da ama drasi ikike wa alhamdulillah alumuru mashi adil wa lagrai mashi adil ya subata masit sehi dan gai gai wa alkamera hiya di mangaidi tatkul jai wa jai ashan tishifa zorofu mbasit hana da mwatini mkike fina kila taswir abakar afsakin abakar alkik wa makum kama na musa mwami mkhalifu inshallah tabuna fi alaka ujai.